حاج سيد من كفر الشيخ، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بيك. احنا عندنا مشكله في الري المطور من راكب سنتين حضرتك. ماشي، ولسه الكهرباء، والكهرباء واصله كل حاجه واصله، ورحنا لاباحه كذا مره كويس، ويقولوا ايه الاسبوع ده الاسبوع الجاي، بقى لنا اكثر من سنتين في الموضوع ده. انت فين في كفر الشيخ؟ على بحر الحلافي. بحر الحلافي؟ طلعت العكريش. مركز ايه؟ كفر الشيخ. في مركز كفر الشيخ نفسه. على بحر ايه بتقول؟ بحر الحلافي. بحر الحلافي. ولما لما بتروح بقى الري المطور بتسال بيقولوا لك ايه؟ الاول مشكله في الكهرباء واتحلت، وصلوا الكابلات وكل حاجه وصلوا لحد المكان. ايوه، ايه بقى اللي معطل؟ بيقول في عطل في الكابل، بقاله سنتين بيقول لك عطل في الكابل وبيصلحوه، الاسبوع الجاي بتوصل الاسبوع اللي بعده، والدنيا كلهم قاعدين جامد. انا عايز اطلب منك طلب بس بالراحه. تحت امرك. الري المطور اللي ركب عندكم ده. ده تبع وزاره الري ولا تبع مشروع تطوير الري الحقلي؟ لا، تبع الري الحقلي. تبع الري الحقلي. تطوير حلو. تطوير الري. حلو. اتعمل مراوي واتعمل مسائي واتعمل محابس. اسمعني بس. اتعمل محابس بس المحابس تالت ما اتعملتش. اتعمل محابس واتعمل مراوي اتطورت، والمفروض ان كل ارض، كل ارض عليها محبس علشان الفلاح يشغله يروي ارضه. كل اللي اتعمل ده يعتبر مش موجود لانه ما اشتغلش. شغال ديزل. شغال ايه؟ ديزل. ديزل شغال بالديزل. مين اللي بيشغله بالديزل؟ احنا اللي شغالينه بالديزل. المكنه غلط شغلوه على ما الكهرباء تيجي، احنا بنضغط عليه وكلهم بس هم بس تم تعيين مسؤول عن تشغيل المحطه. يعني لا، ما فيش ما حدش مسؤول عن حاجه. امال مين اللي بيشغل المحطه؟ مين اللي استلم المحطه؟ الفلاحين اللي استلموها. استلموها عن طريق ايه؟ روابط الميه؟ كويس. لا، ما حصلش روابط اتعملت. هم يوم قعدنا معانا مرتين على الروابط ديت، ماشي، ورحنا قعدنا نقول هنعمل رابطه، ومحدش من هنا حد جه، والمشروع ما جاش. انتوا ما عملتوش رابطه ميه ليه؟ ما انت دلوقتي بترشح عدد من الفلاحين المستفيدين من المشروع وبتعملوا رابطه علشان حد يمثلكم امام الدوله، ما عملتوش كده ليه؟ ماما حضرتك قاعد معانا مرتين في الموضوع ده، وعمل المسجد اللي تحتنا عمل، والمسجد اللي الحين ما عملش ده ما عندوش كهرباء، قال لك لما الكهرباء تخش نعمل ايه؟ نخلص كله على بعض. ايوه، يعني انت لسه المرحله الثانيه عشان ما كملتش، ما تربطش الخط كله. المرحله الثانيه لسه ما فيش كهرباء، قال لك مش عاملينها لما ايه؟ الكهرباء توصل. المرحله الثانيه رابطينها برضه بالكهرباء. طيب انا بتكلم معاك عشان افهم منك الموضوع كويس، لان انا يعني يحزنني ان انا يبقى في مشروع اتعمل عندي هو شغال بالديزل، بس الديزل هيبقى تكلفته اكتر من لما تشغله بالكهرباء. انا فاهم كويس. انما هو اشتغل، المشروع نجح. يعني انت حاسس ان انت نجح المشروع؟ المشروع ممتاز، بس هي المشكله عندنا في الديزل بهدلنا بس مع بعض. خلاص، احنا قلنا بقى موضوع الكهرباء ده خليه على جنب، احنا هنتابعه. انما المشروع نجح. حاضر. ممتاز. ربنا يوفقك يا حاج سيد. الله يخليك.